اول حاجه هعملها ان انا هحط السمسم ومعاه الزبده على النار. انا عايزه احمص السمسم اخليه يحمر شويه يبقى لونه ذهبي علشان طعمه يظهر ويطلع ويبقى طعمه في الزبده اللي هي هنخلطها بعد كده مع العجوه. هسيب دول على النار هنا علشان السمسم يبتدي يتحمص واحط العجوه في الكيتشن ايد. وابتدي انا اشغل الكيتشن ايد علشان احط الزبده والسمسم عليها اول ما يجهز. اوكي ابتدى اهو، يبقى لونه ذهبي فاتح، وانا دلوقتي هاخده واحطه على العجوه. اوكي طبعا في المرحله دي العجوه بتبتدي تمسك في حرف البول، ابتدي انزلها علشان عايزاها تختلط كويس مع الزبده ومع السمسم، وطبعا هتلزق تاني، هرجع اعملها تاني. ونخلي بالنا لان السمسم والزبده في الوقت ده سخنين قوي، فبس نخلي بالنا على ايدينا. وبعدين وهو بيتضرب هبتدي اكسر البسكوت، لان البسكوت ده هضيفه على هنا بعد ما يتخلط العجوه بالزبده كويس. اوكي كده جهزت خلاص. اجيب الصينيه اللي هحطها فيها، احاول اخد كل الكميه بالرغم ان هي هتبقى ملزقه شويه، بس برضو احاول. ودلوقتي هي جاهزه ان انا افردها. اخر حاجه هعملها ان انا هجيب فستق اروح ارشه على الوش وابتدي اضغط عليه علشان يمسك في التمر بتاعي، واسيبها كده كذا ساعه، 3 4 5 ساعات طول الليل لو احنا عايزين، لانها لو حاولت اقطعها دلوقتي هتلزق في القطاعه او في السكينه او في اي حاجه لانها لسه ملزقه قوي. لكن لما اسيبها طول الليل او كذا ساعه، مش لازم احطها في التلاجة، دي ما فيهاش حاجة تبوظ، بعد كده هقدر اقطعها. يبقى كده هي خلصت، انا هجيب الجاهزة علشان اقطعها بالقطع. وانا سبت حتة ما قطعتهاش علشان اوريكم نقطعها ازاي. ده الجزء الفاضل زي ما احنا شايفين، بقدر اشيله على بعضه خلاص مش ملزق. وهجيب قطعة وابتدي اقطع. وانا بس عايزه اوريكم برضو هنعمل ايه بالجزء ده، احنا مش هنرميه، هنعمله كور، وبعد كده برضو هنحطها في الفستق ونستعملها كشكل تاني علشان التفور التمر بتاعنا. هاخد شويه من دول هعجنها بس اول شويه مع بعض، وبعدين الفها واعملها على شكل كوره، بعد كده احطهم في طبق التقديم. بس الاول انا عايزه احطهم في الفستق علشان يبقوا مغلفين، الفستق الاخضر الجميل. وكده دول مختلفين عن دول، ان فيهم دول جواهم فستق، لان احنا بنلف ده بالفستق اللي فيه، هيدينا طعم اضافي لان هيبقى فيه فستق من جوه ومن بره. اوكي حتى شكلها كده شويه زي الترافلز بتاعت الشوكولاته.
كده أبقى خلاص خلصت.